المهم هلا خبريني، قبل جوزك تشتغلي معي؟ يعني بعد ما كتير، بس اكيد رح يقبل. بلا مشاكل روبي، بشرفك. ما في مشاكل حبيبي. بس انت بتعرفي انه جوزك عنده مشكل انك تشتغلي؟ ايه بس رح اقنعه وبكره بتشوفي. دخيلك روبي بلاها، انا بغنى عن مشاكل مع بيت الابيض، مش مستعده يحطوني براسهم ويسكروا لي المحل. لا يا ساندرا، مش لهالدرجه. ولا بعدين انا وايوان بنحب بعضنا كتير ومتفاهمين كتير، يعني على طول بنلاقي حل. وبركي ما اقتنع. رح يقتنع، ايوان ما بزعلني. يا محتاله، حطيتي خاتم باصبعك. لا ساندرا بشرفك، ما حلو هيدا الحكي. ايوان جوزي وحبيب قلبي وهو كتير بحبني. يعني يالي انا عقبال ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وسجلي لعندك ب 17 شهر جاي الوفد السعودي. سليم الراعي جربي حطي لي اياه الاربعاء والخميس، كون عنده موعد قبل الظهر. مين بعد في عندي؟ كنان عون، حطي لي بكره اذا فيك قطعي قبل الظهر بين المواعين. واحجزي لي عشاء الليله يكون رومانتك قد ما فيك. لمين؟ بقى عم بمزح، شو بك انت دغري بتسبي؟ او هن يلا. بعد في شيء استاذ؟ لا مرسي، طلعي ظبطي المواعيد كلها وعملي حسابك بعد شوي عندي اجتماع بدي اياك تحضريه. سجلي كل المينتس اوف ميتينج. حاضر. أمل؟ 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 أنت أمل؟ إيه قالت لي سهيلة إنه اسمك أمل. إيه قالت لي انه انت بالسابع كمان، وقالت لي انه معك صبي. ايه خي، انا كثير بحب الصبيان. وانت شو ناقصك لما خلفتي؟ انا ما ناقصني شيء، بس بالنهايه هيدي اراده ربنا. المشكله منك ولا من جوزك؟ لحظه، خيفانة على المصاري وعلى العز والجاه، ما هيك؟ لا ريت نفوت بصلب الموضوع. هاتي سيجارة بالأول. أنا ما بدخن، وأمل أنت كمان ما لازم تدخني، هذا شيء بضرك وبضر البيبي. لحظة يا حبيبتي، شو جاي تعلميني شو أعمل وشو ما أعمل هلا؟ ليه أمل فكرتي هيك؟ ما كان قصدي. ليكي حبيبتي، أنا هيدا الولد ربيته 7 أشهر ولحالي وما حدا ساعدني. ف ميرسي على النصايح. صدقيني ما كان هيك قصدي. ليش تضايقتي هالقد؟ لا ما تضايقت ولا شيء، بس عم فهمك اطباعي من الاول. طيب فينا نحكي هلا؟ ما حكينا كل شيء، ليش شو بعد في لنحكيه؟ امل انا جاي اتعرف عليك. وهي تعرفتي غيره. اذا ما في شيء تاني لتقوليه، مع السلامه. بدي اسالك سؤال، انت رحت عند الحكيم؟ عملت صورة للإيكو؟ عملت مرة واحدة إيكو وقت كنت بالرابع، غيره. ما بيصير هيك أمل، انت لازم تروح عند الحكيم كل شهر. المرة الحبلة بتزور الحكيم كل شهر. وانا ما معي لاروح كل شهر عند الحكيم اعمل إيكو، غيره. طب عندك صورة الإيكو؟ كان عندي وكبيتها. كيف؟ كبيتيها؟ ايه كبيتها. شو ما بتسمعي؟ بكره لما الولد يصير معك تبقي صوريه قد ما بدك. طيب
ما رح اخرك اكثر من هيك. انا هلا رح امشي وبرجع مره ثانيه. ولشو بدك ترجعي؟ معرفة وتعرفنا، شو بعد في؟ أمل إنه أكيد في أشياء بتبقى ناقصتك وغراض عايزتيها، لازم أبقى أطلع عليك وجيب لك الغراض. ما ناقصني شيء. أمل أنا بدي ساعدك، بدي إياك تعيشي بظروف غير هيك. إذا هيك صار شيء تاني، لكن أنا بلشي من البيت، جيبي لي بيت. بيت؟ مش شايفة الحالة اللي عايشة أنا فيها؟ طيب خليني أشوف شو فيي أعمل وبقول لك، لأنه البيت بده شوية وقت. تعرفي شو؟ رح روح شوف وافي دكانة قريبة وجيب لك كم غرض معي. قلتلك ما بدي شي، شكلك ما بتسمعي. بلا بسمع أمل. أمل أنا هون لساعدك، حبيتك وبدي ساعدك. طيب هلأ قولي لي وين في دكانة قريبة لحتى روح جيب كم غرض وجيب لك علبة دخان كمان. في دكانة بآخر الشارع. طيب أنا رح روح وما رح أتأخر، برجع. ايه زينة شو ناسي؟ خير؟ ايه خليها تفوت. هاي عاصم. هلا نانسي. كيفك؟ مثل امبارح، ما لحقت تتغير. شو قعدتي؟ عنا شغل هلا بعده بالنهار. عاصي عندي موضوع مهم بدي احكيك فيه. هلا هون؟ انه ليه ما قلتي لي امبارح؟ امبارح كنت مشتقت لك وما كنت حابه انزع القعده وانزع الجو. هات لي شوف قولي. في شاب ابن رفيقه للبابا يعني. ايه شو؟ طالب القرب؟ ايه هيك شيء. يعني مبروك يلا، لكن شو بدك؟ مبروك؟ لمين قال لك اصلا اني رح اقبل؟ وليش ما بدك توافقي؟ اذا عم تقولي لي ابن رفيقه لبيك، يعني اكيد صبي مرتب وابن عائله. هلا هيك مزبوط، بس انا ما بحبه. حب شو نانسي؟ من عليك عم تحكي بالحب؟ بدي احكي انت. شو في شيء بيضحك بالموضوع عاصي؟ انه بدي احكي اذا بعدك مفكره في حب وفارس بيجي حصان ابيض. هلا في فارس احلام، بس من بيت الابيض. نانسي انا مجوز. حتى لو، بس انت ما بتحبها لياسمينة. كيف ما بدي احبها؟ ياسمينة بتكون مرتي. حتى لو، لانه لو بتحبها ما كنت. قصدك لو بحبها ما كنت بظهر انا وياكي ونمضي وقتنا سوا. لا حبيبتي، هيدي شيء وهي شيء. كيف هيك؟ الحقيقة هيك. او على القليلة انا بشوفها هيك. يعني عم بتشجعني اتجوز عاصي؟ اكيد بشجعك. تجوزي نانسي، تجوزي. الجازي حلوه كثير. ونحن شو بيصير بعلاقتنا؟ هلا انا بالنسبه لإلي بالعكس ما عندي مشكله، يمكن بصير شوفك اكثر. اوف كيف فايده؟ يعني اذا صرنا اثنيناتنا مجوزين بصير مرتاح اكثر بعلاقتي فيكي. قصدك يعني بنصير اثنيناتنا خايفين من شيء، ما هي؟ ابدا. أنا ما بخاف من شيء، بس أنا بغنى عن مشاكل مع ياسمين وما الجلالي. كنت ناطرة تقلي غير هيك عاصم. شو كنت ناطرة مثلاً؟ قلك رح طلق مرتي كرمال بقى معي؟ لا مش هيك، بس على ليل حسك غيران علي. نانسي أنا إنسان واقعي وواعي كمان، يعني ما في قلك ما تتجوز ووقف دربك، خاصة إذا أنا ماني قادر أكون معك. فهمت هلأ؟
ايه فهمت، بس يكون بعلمك عاصي انه في حال قبلت اتجوزه لتوماس يمكن بطل اقدر اشوفك، لانه هو اللي يمكن يطلع بغار علي. اسمه توماس؟ توماس رجيلي. ايه لكن ما تعطي لي هم، ما بعتقد توما رح يكون عنده مشكله، ما بعتقد حيغار عليك واكيد رح ضلني اشوفك. قد ايه صاروا بليز؟ 30,000. وبدي اعزلك بدي اعلم الدخان كمان. اي نوع؟ ما بعرف. اعطيني اخف شيء. قد ايه صاروا؟ 32,000. ميرسي. شكرا. شو الياس؟ شو رأيك؟ برأيي ما نغامر هلا. ما فهمت ليش؟ لأنه السوق ميت هالأيام. كمية المخزون كبيرة عنا، بتكفينا بالوقت الحالي. بس ياس السعر كثير منيح. خاف روحها من إيدي ويخدها حدا غيرنا، أكيد في 100 واحد عينه عليها. وبيناتنا وصلوا لي الجماعة. كل التجار عم بلفوا عليهم وعم يدقوا لهم إنه يونس واحد منهم. مرسي زينة، بدي منك بس جيبي لي الملف تبع المناقصة اللي قلت لك عنها. شو بك ياس؟ أكيد في شيء. هالشحنة مشبوهة، غير إنه وضعه ما بيطمن. بلكي كانت البضاعة مغشوشة. ياس شو إذا مشبوهة رح أخذها؟ أنت بتعرفني أنا ما بشتري شيء بلا ما أفحصه. أكيد حبعت حدا يشوفها قبل. بلكي عرف إيميليو بالشغلة. بيجا بيعمل حرب عليك من جديد. أهلا وسهلا بإيميليو. يجي ويفتح اللي بده إياه. بيني وبينك اشتقت له هالبسين. عمالي أتسلى معه. يا إيميليو بشرفك. صرنا مضايقين بهالوراق أكثر من 10 مرات. رح جن بشير رح جن. معقول ما عم نلاقي ولا غلطة؟ كيف زبطة معهم الجداول بنفس النتيجة؟ حتى مش فارقة معهم على 0%. يا خيي كلهم خايفين على حالهم هلا، وكلهم التزموا بقرار الوزارة. بس أنا ماني مقتنع. ألو؟ أسد سهيلة كيفك؟ ماشي. إيه أكيد بقدر. وأنا وأنت إمتين بدنا نقعد سوا؟ طيب طيب. كتير منيح. وعرفتي لي شو اسمها الزبونة؟ ياسمين الأبيض؟ أنت مأكدة من هالاسم سهيلة؟ طيب طيب، أنا هلا باجتماع، بخلص وبحكيك. شو بقى ياسمين الأبيض؟ لا لا ماشي ماشي. سمعتك عم تقول ياسمين الأبيض، يعني بتكون مرته لعاصي، شو بدها منك؟ شو بك إيميليو ماشي، مرة طلبت مني موعد لا أكثر ولا أقل. موعد شو؟ أنا محامي، بيكون بدها شي استشارة قانونية. ما بيت الأبيض يا حبيبي عندهم 7 محامين، ليش بدها استشارة منك؟ يعني ممكن عندها قضية خاصة وما بدها حدا يعرف فيها. معقول كون بدها تطلق؟ أصلا كيف وصلت لإلك؟ أنا محامي شاطر، عم بشتغل على اسمي. ليك مين هيدي سهيلة؟ سكرتيرتي. سكرتيرتك؟ عندك سكرتيرة مش سامع فيها؟ إنه مش سكرتيرة سكرتيرة، يعني بدك تقول هي بتدل العالم علي وبتجيب لي زبونات، يعني شغلة بي آر. وإمتى الموعد؟ حتحدد موعد هاليومين وبنقعد معه ونشوف شو بصير. قال أول ما تشوفها بتخبرني شو بدها. فيك شيء إيميليو؟ أكيد لا. وين اسمي؟ وين مهنيتي بالخبرية؟ بس هيدي ياسمين الأبيض مش حايلة حدا. بعرف إيميليو، بس أكيد الموضوع رح تحكيني فيه، شخصي كتير، وأكيد ما رح يفيدك بقضيتك. بس أمل عن جد الدخان مش منيح لإلك ولا للبيبي. يعلينا خلص بقى، شو جاي هلا تقولي شو اعمل يعني؟
عم بنصحك نصيحة أمل. ما بدي نصايح، ممنونتك. شو مطولة هون؟ لا أمل مش مطولة، بس بدي أسألك سؤال. عم بسمع. في روح أنا وياك عند الحكيم نعمل إيكو عن جديد؟ شو عم بتشكك فيه وبصحة الولد؟ لا مش هيك أمل، بس قلت لك إنه الحبلة لازم تشوف الحكيم كل شهر. بس أنا قلت لك ما بدي لا إيكويات ولا بلوط، وبكرة بعدين بس تيجي الولد إذا ما كان بصحة منيحة ما تاخديه، كثير سهلة. طيب خلص مثل ما بدك، أنا بدي الولد على الأكيد. ورح يصير مثل ما بدك طبعاً، أنت هيك معودة. معودة على شو؟ معودة تاخدي اللي بدك إياه. أمل ما تنغش بالمظاهر، مش كل شي بيلمع ذهب. والله والله نيالة قاعدة مع إنسانة حكيمة ملكة جمال. ملكة جمال؟ أنت شو عرفك؟ لحظة، عن جد أنت ملكة جمال؟ إيه عن جد، ليه بدي كذب؟ بس أنت شو عرفك؟ إنه ما عرفت، بس إنه اسم الله عليك يعني طول وجمال وبتجخ، إنه مثل هول الملكات اللي بنشوفهم على التلفزيون. يا الله عليك يا عم. ما زال قاعدة وقاعدة، قولي لي إنه شو شعور إنه أنت أحلى وحدة بالبلد، يعني أنت إنه أحلى وحدة؟ إنه أكيد شعور حلو. يعني جمال وجاه ومال، يعني على طول بياخد اللي بدك اياه، زبطت معي. شو ناقصك؟ ناقصني ولد. وهي رح تاخديه؟ انه هيدي كملت معك خلص. قولي لي انه هلا انت وقت اللي طلعتي احلى وحده بالبلد شو عملتي؟ بكيتي؟ اكيد بكيت. عن جد يعني هو اللي بنشوفهم على التلفزيون يعني عن جد بيبكوا؟ ايه اكيد بيبكوا، بس يمكن ما حدا بكي قدي. ليش؟ والله أنا بكيت كل الشهر لأنه كانت الفرحة مش سيئتني. والله نيالك، أنا لو محلك ما كنت شدت التاج أبداً. أبدك تسلمي عليه؟ شو؟ للولد. أبدك تسلمي عليه؟ فيه؟ أكيد. صدقيني أمل، هيدا الإحساس أحلى بكتير من أن تكوني ملكة جمال. خلينا نقوم نتعشى، إيوان مش جاي على العشاء، وياسمينة صارت واصلة بس قالت إنها متعشية. ليه ما فهمت، وين ياسمينة؟ ظهرت من الصبح مع روبي، وعندها كم شغلة كرمال الجمعية. بعد حطت لي راسها بالجمعية وعم تشتغل من كل قلبها. اليوم وصلت على منطقة كتير شعبية، يعني حي كتير فقير، قال هونيك في ولاد بدهم مساعدة. حي شعبي ولحالة بالليل، ما فهمت هيدي بهاشي بعليتها؟ كيف بدها ترجع لهون؟ حبيبي هلا بتوصل، هلا بتوصل. لبنى قلتي لمسعود يروح لعندها لترجع معه؟ قالت انه رح ترجع بالتاكسي. بشو؟ بالتاكسي؟ أنا شايف هيدي الجمعية حتعمل لي وجعة راس، إذا مبلشي هيك مشكلة. بالعكس، الهيئة الجمعية رح تخليك تغار على مرتك، تهتم فيها أكثر. إيه. بونسوار. بونسوار. أهلا. يا ياسمينة. وين كنت لهلا؟ كنت عم زور كم بيت فقير، صحيح مش كل ولاد ايتام، بس كمان في ولاد بحاجه لمساعده. وعرفت اخرت المره بنت. اوكي حيات، اذا ناطريني على العشاء انا تعشيت وتعبانه كثير، عم فكر اطلع ارتاح. ايه اطلع ارتاح. بالاذن. اذنك معي. يلا خلينا نقوم على العشاء. يلا. يلا تفضل. يلا. ست ياسمينة رحتي؟ ايه نينا، وين فكرتيني لهلا يعني؟ طيب خبرينا شو صار لك كل النهار قاعدة ناطرتك بتتجي، طيب بدي اعرف شو صار؟ قدرتوا تدبروا للمصاري؟ نينا بعدين شو قصتي؟ يلا روح على شغلك.
هيك؟ لو ظهرنا نتعشى برا مش احسن؟ يوم ما قلي جعلتها بعدين عملتها رقن وياك على الفاضي. الهيئه ما في امل انه يتاثر. غلطان كثير، يمكن هو مرته بدهم يطلقوا. شو عم تقول ايميليو؟ من وين جبت هيدا الحكي؟ مصادر موثوقه. خبرني خبرني شو القصه مزبوط؟ سوري حياتي، في اشياء ما في خبرك اياها. هلا من بعد كل شيء عملناه انا وياك، الك عين تقول هيك؟ الك عين تخبي علي هيك موضوع مهم؟ يا ما انت شو فرقانه معك مين خبرني؟ مش المهم انه هن طلقوا؟ لا الاهم بدي اعرف مين خبرك، لانه ما بتناسبني ابدا تطلع الخبريه كذب. منا كذب. بشير المحامي عندي بالمكتب هو اللي خبرني. بشير؟ هو شو عرفه؟ سكرتيرته دقت له وقالت له ياسمين الابيض بدها تاخذ موعد منه. ايه شو ايه؟ بس هيك؟ بس هيك، ياسمين دقت واخذت موعد من بشير وانت استنتجت انه هي وعاصي بده يطلقوا. اكيد يا زكي، لو في موضوع تاني كانت استشارت محامي من عندهم. شو ما بتعرفي كم محامي عندهم بالشركه؟ بلا بعرف، 7. بس انه قصدي بركي في شيء تاني. انت كيف جزمت انه بدها تحكي بس كرمال الطلاق؟ انه ياسمين شو بده يكون عندها شيء تاني؟ ما يكون عندها شركه ما معي خبر فيها مثلا. ولهيك معك حق، ما عندها شيء تاني. شفت انه بدهم يطلقوا؟ هلا معقول عاصي فكر فينا وقرر انه يطلق؟ كل شيء معقول، يمكن بس شافك معي حس انه فيك تتخلي عنه بسهوله. هلا عارف قيمتك. مع انه غريب، اخر مره شفته فيها بهدلني. بوقتك مرت الجاي بس يشوفنا رح يركض وراك. ليك انت مطول هون؟ يي عم نتعشى شو بك؟ يلا خلص بسرعه، بدي نام بكير. لا انت ما بدك تاكلي؟ لا اشبعت. مرحبا شودي. مرحبا. كيفك اليوم؟ منيحة. كثير منيح، إن شاء الله على طول بتضلك منيحة. خواجة جواد جوا؟ إيه يا حجوة. ليك نمر، لحظة شوي. شوفي. أنت زعلان مني شي؟ لا ماني زعلان منك، بس ان شاء الله تكوني فهمتي الموضوع اللي حكيناه المره الماضيه انا وياكي. ايه فهمته، بس ايمتى بدك تاخذني كصدوره؟ جودي. يا الله نمر، شو فيها؟ اشتقت نكذب انا وياك مثل ايام زمان. ولا تمارا ما بتخليك؟ بس ابقى افضى بقى باخذك كصدوره. بس بتوعديني بتقعدي عقلي. شو فهمنا؟ انت شو بتعمل؟ ما عندك شغل تعمله؟ انا عندي كثير شغل، بس خواجه جواد بقت وراي وجاي يشوف شو بده. وخواجه جواد جوا مش بجنينه. فايت لعنده بس كنت عم سلم على جودي. شو عم تعمل بجنينه بالتياب انت؟ عم بشرب نسكافيه. طلع غير تيابك على السرير. هلا بخلص النسكافيه وبطلع. جودي طلعي هلا غيري تيابيك. الو. شو عاصي؟ هالقد مش طايقني؟ ما بترد على رقمي ولا حتى على رقم بيتي؟ لو عارف انه انت هيدي كمان ما كنت رديت. هلا كذاب. انت مو هيك ترد، بس عم تتكبر علي. شو؟ شو انت عم تهلوسي؟
يعني لو بدي رد رديت من امبارح، حرق التليفونات لك من امبارح لليوم. انت اللي عم بتضحكني عاصي. انا عرفت شو عم بيصير معك، ما بقى تكذب وتتكبر علي. اه والله هات لشوف خبرينا شو عم بيصير معي. عن الطلاق عرفت انه انت وياسمين عم تطلقوا، وصراحه انا كثير مبسوطه. انت مش بس عم تهلوسي، انت شكلك عم تنهبلي كمان صايره. من وين بتصير تجيبي لها الخرافات دخليك؟ ولو من المحامي اللي عم تشتغل معه مدامتك شخصيا. حاجه تكذب علي يا عاصي؟ ايمتى كنت ناوي تخبرني؟ اه بتعرفي شو سيرين؟ لكن وقفي جدلك هلا وخبرينا شو عم يصير. فوت حياتي. شو شغلك نسيت شي؟ هاي فكرتك ايوان؟ ايه شفته هلا ظهر، قلت بفوت بحكيك. قولي لي ياسمينة شو في؟ نازل على بيروت؟ اكيد هلا بدي البس وانزل. كثير منيح، في انزل معك؟ اكيد. اوكي روبي ميرسي. ولو عشو؟ يلا بنطرك تتخلصي. شايف كم مرة صرت لك؟ بدي اعتذر منك استاذ عاصي بس ما انتبهت لتليفوني. بعدين انت كيف تحكيك مرتي بخصوص الطلاق وما بتتصل فيه وبتقلي؟ اي طلاق استاذ عاصي؟ ما في شيء من هالموضوع. تكولا عم تستهبل انت ولا شو؟ كون اكيد مثل ما انت بتخبرنا عن ايميليو، عندي 60 واحد بخبروني عنك. استاذ عاصي اكيد في سوء تفاهم. كيف بدهم يخبروك شو بدها مدامتك اذا انا بعد ما بعرف؟ شو اللي ما بتعرفه؟ ليش ياسمينة ما حكيتك؟ استاذ عاصي انا رايح اجتمع فيها لاول مره هلا، بعد ما بعرف شو بدها صدقني. ليش ما قلت لي انا حكيتك لكين؟ لانه بصراحه فكرتك معك خبر، بعدين اصلا مشيل دقت لي. بتعرف شو بشير؟ الغي موعدك معه وضلك جاي لعندي، ناطرك. ما بقدر، مدامتك صارت واصله على موعدها وانا صرت واصل لعندها. سوري. طيب روح اجتمع انت وياها وبتخلص وبتجي لعندي مع وجهك بتخبرني شو اللي صار كلمه كلمه بالتفاصيل الممله. عم تسمع؟ حاضر استاذ عاصي. ست ياسمينة؟ اي نعم. متر بشير؟ هو بذاته. اهلا وسهلا. بصراحة ما قدرت استقبلك عندي بالمكتب بس بسيطة متر، هي زيتها، أصلا أنا كنت مارقة من هون فطلعت على القد. كثير منيح، شو بتحبي تشربي؟ خلينا نفوت بصلب الموضوع، نرجع نشرب شي بعدين. طيب كثير منيح، تفضلي عم بسمعك. بصراحة ست سهيلة كثير شكرت فيك، وقالت لي ما في غيرك بيقدر على هيدي المهمة. إن شاء الله. أنا قررت آخذ الولد، واتفقت مع سهيلة على كل المصاريف، حتى المصاريف الباقية أنا مسؤولة عنها. إيه بس أي ولد عم تحكي عنه؟ ابنا لأمل. حتى كمان تعرفت على أمل وعم بهتم فيها، وقبل ما أوصل لعندك حجزت لها يومين بالأوتيل، قلت حتى لاقي لها شقة مرتبة. إيه ومين يعني أمل؟ ماتر هي عندك كثير من هيدي الحالات. المهم هلأ أنا بدي أعرف شو بيطلب مني مصاريف تخلص هيدي القصة بأسرع وقت. ست ياسمينة أنت شو بدك تحديداً؟ أنا بدي سجل الولد على اسمه وما بدي أتأخر أبداً بالتسجيل. عفواً ست ياسمينة بس يمكن أنا مش عم فهم عليك مزبوط. ماتر بصراحة ما بعرف ليه ما عم تفهم علي، مع انه سهيلة قالت لي انه انت فهمان وعارف كثير منيح كيف بتصير هيدي الاجراءات، وحتى قالت لي انه فيك تأمن لي ورقة من عند الحكيم. ماتر بشير في اي مشكلة؟ لا ما في مشكلة بس عندي سؤال لك. جوزك ما هو خبر بالقصة؟ انه جوزي هلا ما بيعرف، بس انه معي شهرين لكن خلق الولد واكيد رح خبره. كثير ضروري يعرف وتخبريه، لانه بالنهاية الولد حيتسجل على اسمك واسمه مش على اسمك لوحدك بس. ايه فهمت عليك. طيب ما مشكل، اكيد رح خبره. بس المهم هلا اعرف شو مطلوب مني تخلص القصه قبل بوقت. ما في مشكله. يعني رجع قبل؟ وحياتك وحتى من دون ما افتح بالموضوع. طيب شو صار من امبارح لليوم؟ شو قال لك؟
ولا يا صادرة، ما لقيته غير اجا غمرني وقال لي انه ما عنده مشكلة اشتغل معك اذا بدي، بس عشرت ما اتكسن لانه متكل على معاشي تناكل ونشرب. شو ثقيل، بس عن جد بسطتينا انه قبل. انا اصلا ما كان عندي شك. ايه عال كثير منيح، لكن خلينا نبلش نحكي بالمعاش. اي معاش صادرة؟ صادرة انت بتعرفي كثير منيح انه انا ماني جاي اشتغل كرمال المصاري، انا جيت اشتغل بس كرمال هيك اتسلى وما ضلني قاعدة بالمزرعة كل الوقت. ولا صدقت خبريت ايوان انه بده يتكل علي على معاش؟ ايه بس شو بدك تشتغلي ببلاش؟ انه لا مش ببلاش، قد ما بدك اعطيني، انت كريمه وانا بستاهل. خلينا نشوف قد بتستاهلي بالاول. اوكي ست صادرة يلا تفضلي. لوين؟ عالشغل. شو فكرك رح نبقى قاعدين هون وعم نحكي؟ يلا مثل ما بتعرفي المحل مقسوم لاثنين، قسم للنسوان وقسم للولاد. مهمتي انا وياك اشراف على الشغل، ما بنتدخل الا اذا شي زبونه ما عرفوا يصعبوها الموظفات او لبسوها اشياء بشعه. اوكي. شو صعب الشغل؟ لا ابدا بالعكس كثير هين. طيب بكره بس يصير عندي عجقه نسوان تبقى قليله هين. شكلي رح ارجع غير رايي. ايه وانا زبونات كثير نيقه. مثلك يعني؟ حبيته؟ عم تمزحي؟ هلا انه انا رح اعيش هون؟ بس هاليومين، لك تلاقيت لك شقة مرتبة. انه بقدر اعيش طول عمري هون، ما عندي مشكلة. يا الله عليك يا أمل. بعد في مفاجأة تانية. شو؟ سيارة. شوفي شو حلو. قد ايه حلو؟ مش مهضوم؟ يمكن هيدي المفاجأة بتتسمى لإلي. طيب يمكن عم بتقولي إني بلا قلب، إني عم بيع ابني، بس ما عندي حل غير أعمل هيك. أمل حبيبتي أنا ماني هون تأحكم عليك، أنا حبيتك وبدي ساعدك. يا ريت تعرفت على ناس منيحة مثلك وساعدوني، بس أنا انضحك علي. أنا حبيت شاب وحبلت منه ووعدني إنه نتزوج من بعد ما عرف إني حبلة، وبعدين ما صار شيء. وبعدين شو صار؟ بعرف إنه سافر وصار برات البلد من شهرين، وأنا كنت بآخر الرابع، يعني مستحيل إني أقدر روح. فكرك ما بحب أشتري تياب لأبني؟ فكرك ما بحب روح أنا نقي له تياب وحس فيه أكتر بس شو بدي أعمل؟ ما عندي غير حل. أمل ما تخافي، ما رح غير رأيي، وحتى لو بدي غيره ما فيه. بالعكس أنا مبسوطة لأنه ابني رح يعيش مثل العالم والناس. طب أنا عندي فكرة، شو رأيك انزل أنا وياكي هلأ وروح نشتري تياب للبيبي؟ لا 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 ما بدي. ليش أمل؟ ما هلأ بعدك عم تقولي بتحبي تشتري له تياب؟ خلينا ننزل ننقي، هيك أنت بتنقي اللي بدك إياه وأنا بدفع. بس أنا مش من حقي، هيدا رح يصير ابنك. طب وين المشكل؟ أنا عبالي آخذ رأيك، وهيك كمان هو بيكون معنا، بركي استحلى شيء. قولي يلا.
عندهم أكل من اللي عم طوله بشير؟ طيب أنا رح أتصرف. شو هالمجنونة؟